معلقتين عسل اسود. عشان الزيادة. عشان الزيادة. عشان الزيادة وعلشان الصحة. تحافظ على صحة. يعني يعني بصي انا دلوقتي مثلا واحدة انا مش عايزة ان انا ازيد. اخد معلقة العسل الاسود دي ربع معلقة سمسم مرتين في الاسبوع. في مشروب عايزة اقول عليه ده نعمله للي هم العرايس اللي هم عندهم انيميا اللي هم بصي ما عندهمش لون شفايف وممرضة اللي عندنا دلوقتي طبعا المدارس داخلة والاطفال عايزين يركزوا. انا قلت عليه قبل كده زمان بس عايزة اعيده تاني. هنجيب بنجر وهنجي في الشتاء والبنجر حلو موجود. هنجيب بنجر وهنجيب تفاح وهنجيب موز وهنجيب برتقال. بنجر وتفاح وموز وبرتقال. هنجيب بنجرايه نص تفاحايه نص موزايه نص برتقانيه. ده انا بتكلم على ايه لو انت تعملي مثلا 2 3 لو انت عايز تعملي للعيله كلها كلهم يشربوا يا ريت بس هيبقى مشروب يومي. تمام. بنجر وتفاح وموز وبرتقال ونضربهم كلهم مع بعض ونسقي كل يوم كوبايه. فايدته في ايه بقى؟ البنجر بيزود قوي الهيموجلوبين فبيعالج الانيميا. يعني بصي دايما اي حد عنده انيميا نقول له بنجر وعنب. بنجر وعنب اساسها بنجر. خلاص البنجر لوحده هتلاقي ان هو طعمه غير مسيس شويه. يعني مش اي حد ممكن يتقبله لو عملتيه عصير. لكن لو حطيتي عليه بصي بقى فيتامين سي تفاح وبرتقال وموز بوتاسيوم وفيتامين سي زودتي قوه التركيز وزودتي وطبعا هيبقى حلو جدا للمناعه. فده عايزين نعتمد عليه اللي هو المشروب ده بفضل الله على الاقل يوم ما ست بتقول لك انا ما عملتوش 3 مرات في الاسبوع. الجوز اللي هو عين الجمل. عين الجمل بيقوي الحرق وما بيتخنش. بس ناخد منه حفنه يعني حبه ما ناخدش منه كتير. وفي ماده معينه بتزود مستوى الذكاء التركيز وده كويس قوي فعلا زي ما بتقولي للاطفال بالظبط. والحاجات دي النيه اللي هي مش متحمصه ما بتخنش. تمام. طيب دكتورة سمر أنا بشكرك جدا. احنا لسه مكملين الحلقة الجاية إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله. بشكرك جدا مشاهدينا.